نبدا باول وصفه ديالنا اللي هي لاتارت ديال الشوكولات بالفواكه او بالديسير. الديسير اللي هي الفواكه اللي هو الديزرت يعني او ديسير. طيب هنحتاج فيها طبعا هنستعمل فيها انا هنا توت بالنوعين الاحمر والاسود، وهنحتاج في الكيكه دقيق طبعا وسكر، شوكولاته اللي هو الشوكولاته بودره اللي هو الكاكاو، وهحتاج هنا لبن بنسبه بسيطه الاول ب 15 سنتيلتر هنعمله في الاول مع الحاجه، وبعد كده هنحتاج برضو لبن تاني كاس صغير، وهنحتاج زيت بيكنج باودر، بيض هنفصل الصفار عن البياض. طيب المقادير بالظبط هتلاقوها عندكم، وطبعا الكريم شانتي كلنا عارفين اننا بنعمل الكريمه اللباني نضربها مع شويه سكر وشويه فانيليا وبتبقى بالشكل ده. طيب هناخد اول حاجه، هاخد الصفار بتاع البيض هنزله مع قرصه ملح، هحتاج مع الكيكه ملح صحيح، قرصه بسيطه جدا، والزيت. طيب هنضربهم مع بعض وبنروح نحط عليه اول مره اللبن بتاعنا اللي هي ال 15 سنتيلتر، بنحطها معاه وهو بيتضرب، وبعد كده هناخد السكر واللبن، يعني هناخد الدقيق والسكر واللبن مع بعض، بس البيكنج باودر بنعملها الاول، نحط البيكنج باودر بتاعتنا عشان تلحق تتفاعل شويه لانه الكيكه مش بتاخد وقت في الفرن. طيب بعد ما حطينا ده هنضيف الدقيق بتاعنا، هنضيفه مرة واحدة، مش هناخد الدقيق شوية شوية، بنضيف الدقيق بتاعنا كله مرة واحدة، وهنرجع نضربهم تاني مع بعض. طيب احنا هنضربهم مع بعض، وبعد كده هناخد الكاكاو هنحطه معاهم، واخر حاجه هنسيبها هي بياض البيض. بياض البيض ده اخر حاجه هنعملها. واول ما نضربها مده 6 دقائق او 7 دقائق زي ما قلت لكم على سرعه عاليه مش سرعه واطيه خالص، هنبتدي نحط بيض الابيض بتاع البيض او البيض دي البيض هنحطه وهنبتدي نضرب فيه. طيب هسيبه انا يتضرب وهروح احضر الصينيه اللي انا هحطها فيه. انا عندي هاخد ورق الزبده، انا هنا حطيت الورق بتاعي ورق الزبده، هاخد هخليها زي ما انتم شايفين، هخليها تتضرب الكيكه تاخد راحتها يعني واخده الوقت بتاعها. هاخد شويه زيت هدهن بيه الجناب بتاع التورته او بتاع الصينيه، سوري، عشان اعرف اثبت الورق بس، ونثبته على طول بالشكل ده. طيب بنلزق الورق بتاع الزبدة بتاعنا وبنعمل الكيكة بتاعتنا. طيب انا الكيكة بتاعتي كده تمام زي ما انتوا شايفين، ده سمكها بيبقى معانا. يعني ده السمك بتاعها بيبقى بالشكل ده. زي ما احنا عارفين الكيكة بتخش على درجة حرارة 180، هندخلها على درجة حرارة 180 ونعملها
يعني هنعملها في الفرن مدة 40 دقيقة ل 45 دقيقة مش أكتر. طيب هننزل الكيكة بالشكل ده. عايزة أقول لكم بيبقى طعمها حلو قوي، وما تفكوهاش يعني ما تشيلوهاش، خلوها أول ما تطلعوها من الفرن هتسيبوها تبرد وبعدين نفكها. احنا بنحضر من الكيكة دي 2 كيكتين او 3، خليني اشيل ده. بقى هنحضر يعني نفس الطريقة دي، هنحضر بيها 2 او 3 على حسب انتوا عايزين كم طبقة في الكيكة بتاعتنا. هندخلها الفرن وهنطلعها بعد 40 دقيقة، بس يستحسن او يفضل ما نفتحش عليها الفرن خالص عشان ما تنزلش مننا، لان الحجم بتاعها هيتضاعف معانا. طيب هندخلها الفرن الطريقة دي وهنسيبها الأربعين دقيقة بتاعتنا من غير ما نفتح عليها على درجة حرارة 180. تطلع بتبقى بالشكل ده، بتبقى بالطريقة دي. بتحبوا تسقوها تسقوها، مش بتحبوا لا، أنا النهاردة مش هسقيها لأنها عندي عندي الكيكة بتاعتي هشة جدا. الكيك دي بالذات بتبقى طرية قوي معاكو، والشوكولات اللي فيها بيخليها طرية قوي، فلازم تبقوا واخدين بالكم وانتوا بتتعاملوا معاها. حتى طبعا انتوا ممكن تستعملوا فاكهة الموسم، اي فاكهة انتوا حابين تستعملوها. ما بنقطعهاش، بنسيبها بالشكل ده اللي هو الفاكهة كلها، يعني التوت بنسيبه بالطريقة دي بالشكل ده، ما بنقطعوش. هنحط معاه برضو توت أحمر. بالشكل هاخد نص الكمية مع نص الكمية وهنعملهم مع بعض. طيب هنخلط كل مع بعضه، بس واحنا بنخلط بالراحة عشان الفاكهة ما تتفتفتش مننا أو ما تبوظش مننا. عايزين نخلط بالراحة خالص بالطريقة دي. نتأكد إن كل الفاكهة امتزجت مع الكريمة بالشكل ده، ونبتدي ناخد الكريمة ونحطها على الكيك بتاعنا. مش بتاخد وقت طويل، بس عايز اقول لكم بيبقى شكلها وطعمها بيبقى رائع بصراحة. ممكن تستخدمي فيها اي فاكهة، اي نوع فاكهة من الفاكهة اللي انت بتفضليها او فاكهة الموسم، يعني ممكن نعمل اي فاكهة. وزي ما قلت لكم لو الكيكة لقيتوها ناشفة معاكم هتحطوا عليها هتحطوا عليها تسقوها بأي نوع عصير انتوا عايزين، بس انا بفضل يبقى تبقوا عاملين صوص كراميل. لو هي الكيكة شوكولت تعملوا صوص كراميل وتحطوها معاها، وانتوا بتتعاملوا معاه خليكوا حذرين جدا لان هو بيبقى طري قوي قوي قوي. طيب هنخلطهم ببعض نفس العملية، نخلطهم اهم حاجة بالراحة وننزلهم على التورته بتاعتنا. عايز اقول لكم التوت اصلا بيبقى طعمه حلو قوي، وده الموسم بتاعه، ف لازم تجربوها زي ما هي كده بصراحه. بس لو نشفت منكم انا قلت لكم السر او اللي انتوا تعملوه معاه عشان ما تحسوش بيها. هنعمل ايه ونضغط، مش هنضغط عليها قوي، بس احنا بنعملها بطريقة عشوائية، مش بنزينها بطريقة معينة، بس بنحطها بالشكل ده. ناخد التوت الأحمر ونفس الموضوع، هنزود بس دي هنا ودي كده. دي التورته ديال الديسير ديالنا اليوم، نتمنى يا رب تكون نالت اعجابكم.